أكيد رح نتعرف أكثر عن فعاليات ملتقى المحبة والسلام للنحت والتصوير الزيتي، رح نتعمق أكثر بتجربة فنان سوري انتقل حول العالم حامل سوريا بإبداعه. مرحب فيك بالفنان التشكيلي العالمي الأستاذ سهيل بدور. صباح الخير، صباح النور. رمضان صباح كريم. النور، رمضان كريم، كل عام عاد عليك، بخير. يسعد صباحك عن جديد. يعني ملتقى المحبة والسلام هو عنوان كتير كبير بيحمل كتير من الرسائل، خبرنا عنه أكثر، عن التحضيرات. ملتقى السلام والمحبة باللاذقية حبينا يكون الآن هيك عودة لنهضة ثقافية فنية، عودة لروح سوريا بأداء الثقافي والمعرفي والإنساني. الآن هاي البادرة كانت من السيد وزير السياحة المهندس بشر اليازجي، مشكور جدا على كل الجهود اللي قدمها ولا زال يقدمها. الملتقى عبارة عن تجمع فنانين، 30 فنان بين اختصاص التصوير الزيتي والنحت. حنتواجد كلياتنا في مدينة اللاذقية، نودي رسائل محبة، رسائل سلام عبر نتاجهم الفكري أو الفني لكل هذا العالم. يعني خليه يشوفونا انه الان لازلنا نحن متواجدين. هذا الانسان السوري اللي صعب ان يقهر، صعب ان يستسلم، صحيح. يعني بمعنى من المعاني رجعنا نعيد روحنا الثقافية والانسانية والمعرفية. نعم استاذ سهيل، خلينا شوي نحكي ليش تم اختيار اللاذقية هي يمكن مكان انطلاق الملتقى. الحقيقة لما فكرنا بالامر جيدا قلنا الان موسم سياحي، يعني بعد الامتحانات حيكون موسم سياحي، في الغالب الناس تتجه باتجاه الساحل السوري. صحيح. طيب كويس، نفهم هذول العالم انه بالامكان ببساطه متناهي ايضا تجوا وتشاركونا وتكونوا معنا وتشوفونا ونتفاعل سوية بالاجواء اللي بتحبوها، جنب البحر تحت الشجر كما تحبوا، لانه الفنانين راح يرسموا في الطبيعه. حلو. يعني حيصير في تفاعل بين الناس وبين هذا الفنان، يعني هو موسم سياحي. وايضا يعني حبينا من خلال اللاذقية فعلا باعتبار كان فيها مهرجان قديم اسمه مهرجان المحبة والسلام، نعيد انطلاقة هذا المهرجان انما على شكل مصغر. انا اردت او نحن اردنا ان نسميه السلام اولا حتى تأتي المحبة، واتمنى ان تكون المحبة موجودة. يعني وخاصة أن الفن دائما بيحمل رسائل يمكن حتى الكلام أحيانا ما بيقدر يوصلها. لا ما بيقدر يوصلها، صحيح. فخلينا نحكي كمان عن لوحاتك الفنية اللي كمان جلت فيها بعدد من دول العالم، شو كان في عندك رسالة أو هدف فعلا ببالك حابب توصله؟ هلا أنا كفنان سوري وحدة من مهماتي دائما أني أعلن نفسي فنان سوري من دون شك، يعني وبشتغل على مشروعي الفني اللي هو الانتظار. الآن ما في ملامح معينة أدمية لتعلني أنك أنت بلوحتك سورية أكثر من إعلانك أنه أنا فنان سوري. الآن مشروعك بالفن شيء آخر مختلف. أنا اشتغلت على الانتظار، هذا الانتظار اللي بيعذبنا كلياتنا واللي دائما ساكنين فيه، يعني ما في حدا منا ما بينتظر كل يوم وكل دقيقة وكل ثانية. عم اشتغل قديش فيني ناكف هذا الانتظار، قديش فيني فككه، قديش فيني اشوف أنه يعني ممكن أقرب منه لعوالمه إذا بستطيع طبعاً، أنا ما بعرف. المهم بيقلقني الانتظار مثل ما بيقلق كل العالم، فحبيت فوت فيه. الآن بحمل أعمالي وبجول في العالم، بعرض وبعمل وركشوب وبعلم ملتقيات دولية أيضاً. شو هي الدول اللي تجولت فيها؟ يعني أنا أتيح لي ما في الحظ أو اجتهادي أني دور 42 بلد في العالم، ويمكن هذا أمر أيضاً قدم لي شيء مهم، قدم لي هذا القدر من أنك توقفي على ثقافة الآخر، على عادات الآخر، على أشياء لم تكون اللي تتوقعيها في أمكنة أخرى. إذا أنا صرت في مواجهة مع حضارة مختلفة. نعم صحيح. وأنا ابن بيئة مختلفة. صحيح. نعم، خلينا شوية نحكي عن المرأة يلي هي بتدخلها يمكن ريشتك بتتفنن بالمرأة. خلينا نحكي ليش المرأة، خلينا نحكي ليش اخترت يمكن عنصر هالجمال انك انت تجول فيه للعالم كله. هلا المراه بتضل هي المساحه الاهم، يعني المراه هي المساحه الاجمل حقيقه، يعني هي الام والاخت والحبيبه والعشيقه والصديقه والرفيقه المراه والزوجه والزوجه طبعا من دون ادنى شك. طبعا طبعا المراه هي اكثر
مقدرة على العطاء، أكثر مقدرة أن تلهمك بصرف النظر إذا عندك زوج ولا ما عندك، بصرف النظر إذا عندك حتى أم أو ما عندك، بصرف النظر الأمرأة مساحة وسعة فعلا أنه تقدم لك هذا القدر من الدفء، من الحب، من الصبر، من السلوان أيضا، من الديمومي في الحياة. صحيح. أنا يعني ما كلمت المشهورة بقول المرأة أوسع مساحة للحب للرحمة بعد الله. قلت أنه تجولت بعدة دول من العالم ويمكن في ثقافات مغايرة للثقافة السورية، أنا بدي تحكي لي شو اللي بشدك لفعلا ترسمه أو توصله خلال ريشتك بسوريا، ويمكن البلد اللي حسيت فيه كمان أنه في إشياء ممكن أنه تكون فيها رسائل إنسانية مشابهة للي عم بيصير وقدرت توصله برسمك. هلا قبل الأزمة شيء وبعد الأزمة شيء. بعد الأزمة صار دائما نسأل عن سوريا، ودائما أنا بصر على أنه سوريا بخير لأنه هذا وطني، وأنا مصر على أنه بخير وسيبقى بخير، وأرجو له لكل أوطان العالم الخير. يعني بتعطي أمل من دون شك. يعني هلا يعني من الصعب تقولي ما في أزمة، في بمكان ما بمطرح ما، لكن أيضا واحدة من مهماتي بالأزمة الآن أن أعلن أنه هذا البلد لازال قادر أن يمنحك حب. نعم. وهذا البلد يعني بيستاهل منا الرحمة والحب أيضا. صحيح. لأنه كان رحيم معنا في وقت من الأوقات ولازال يعني رح يفضل. يعني في كل المعارض اللي عم أقدمها الآن يمكن عم اشتغلت شيء من جو الأزمة، بعض الجداريات تناولت فيها خراب هذا البلد، وجع هذا البلد. يعني مثلا الأعمال اللي اشتغلتها عن هذه المرحلة اسمها سوناتا وجع وطن، كان عندي رغبة أعلن هذا الوطن بغنائه الموجع. أكثر من هيك ما بستطيع، اللوحة من الصعب توصل لك للنهاية ما تقولي، لكن أحيانا تصدمك بوجع. فقدمت بعض الأعمال اللي لها علاقة في ما حصل في وطني الجميل. نعم، يعني مشاعر عم نحاول نجسدها او نطالعها، من الم، من حزن، من فرح، من اراده. طبعا. مشاعر متعدده. ايضا للشعر والقصه لهم حيز بحياتك استاذ سهيل. خلينا شوي هيك شوي نحكي كمان قديش يمكن مواهب كامله متكامله او بتكمل بعضها ممزوجه باحاسيس. هلا يعني انا لما بدات اكتب، اول ما بدات اكتب كاني كنت مصدق حالي انه انا شاعر كثير مهم وعظيم، بعدين اكتشفت انا شاعر عادي يعني بكتب كلمه. الاجمل فيما في كتابه الشعر انك تحس في فهد ببهجه الكلمه وتأديها بالصدق. كل المساحات عفوا صح، كل المساحات اللي ما فيني ارسمها دور عليها في الكلمه. هلا البعض قال اوكي بتكتب شعر لطيف، انا لست شاعر مهم بالتاكيد، طبعا تجربتي في الفن أهم وأعمق أكثر لأنه بحثت وجربت فيها، لكن ما بقدر ما أكتب شعر. لي أربع مجموعات شعري للأسف. أربع مجموعات مطبوعين. إيه يعني بالشعر فيني فوت أكثر لأعماق سهيل، فيني فوت لوجعه، وفيني فوت لوجع الآخر أيضا، فيني فكك كثير من القضايا اللي ما بتتفكك معي باللوحة بالريشة والألوان. شو هي الخط الشعري اللي يمكن شو ستايل؟ هلأ أنا بكتب شعر حديث يعني بالمجمل، أنا لست ناقد حتى أحكي بفنيات الشعر. نعم. لكن بكتب شعر حديث. هلأ أنا قارئ كويس، قارئ شعر كويس. البعض اللي سمع شعري مثلا الراحل ممدوح عدوان الله يرحمه كان يقول يعني هيك بتخرجني من جوا بدهشي، وعجبني هذا الكلام وصدقته ولازلت عم اشتغل على بالضبط. مثل ما قلت يمكن كتابة الشعر أو النثر بدها غذاء، هو غذاء القراءة. أكثر الشعراء اللي تأثرت فيهم أو اللي استفدت منهم مين هن؟ أنا بعتقد يعني وجهة نظري أنا يعني المتواضع، محمد الماغوط واحد من أعظم شعراء اللي مروا في العصر الأخير هذا. حدا بيدهشك وحدا بيحطك في مواجهة يعني معلنة وغير معلنة أمام كل أشيائك في الحياة، أمام حبك رفضك. كثير نبشت فيه وقرأت فيه وحبيته من قلبي. هذا ما بيلغي يعني الشعراء والقامات الكبيرة واللي أنا غير مؤهل أني يعني لا أقدمهم ولا أعطي شهادة فيهم، لكن محمد الماغوط كمان على الصعيد الإنساني كان صديق وإلي علاقة شخصية فيه، كتير أثر فيني وكتير أخذني هيك لمطارح سرية في شعره. يعني
اها حلو استاذ سهيل، يمكن الفنان بطبعه حساس كثير، بيتاثر كثير باللي حواليه، له مزاجيه خاصه. اليوم يمكن في جيل مهم عنده موهبه، ولكن يمكن ظروف اللي عم نمرق فيها عم تاثر شوي على النفسيه، عم تاثر شوي على الموهبه. استاذ سهيل، شو بيقول لهدول الشباب يلي عندهم موهبه؟ قديش لازم شوي يفصلوا بين الاحاسيس والمشاعر والظروف وبين الفن، او كيف لازم يستغلوا هالظروف بتجسيدها من خلال الموهبه؟ هذا كلام صحيح، هو اللي عم تقولي سؤال مهم جدا. انا بقول لهم الان في ازمه، طبعا في ازمه ثقافه واحد تجلياتها بالفن التشكيلي، لكن خليني اقول ليس من باب إداني، لكن من باب لفت النظر، إنه أحياناً الفنان بيظلم نفسه، الشاب وغير الشاب، أكثر ما بتظلمه الأزمة. صحيح. يعني أنا بقول لهم الفرصة اللي ما بتجيني أنا بدي أروح لعندها. لا يمكن بل قاعد واستنى فرصة. الآن الفنانين الشباب يعني بسمع جمل متكررة، نفس الجملة، نحن بأزمة، نحن طيب أوكي، قوم اشتغل، جرب، ابحث. لما تشتغل على تجربتك جيداً وتقدم فيها شيء حقيقي، بالتأكيد لوحتك بدها تصير كويسة ومقبولة ومرغوبة. والآن اللوحة السورية لوحة حاضرة في العالم، صحيح، أسعارها جميلة وعالية جدا في المزادات، صحيح، والفنانين السوريين حضورهم عالي وأسعارهم من النمبر ون، الفنانين السوريين بكل العالم، في العالم العربي اللوحة السورية واحدة من أهم اللوحات بدون منازع يعني. في المزادات مش صعب أن لا تجدي 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 فنانين موجودين. إذا اللوحة حاضرة، إذا الفن حاضر، قوم اشتغل بدون ما نقعد ونتقعر ونتحدب والرب دائم هيك مكنفش ما عارف ايش. قوم اشتغل بلطف وبمحبة ونجرب، وبالتأكيد لكل مجتهد نصيب. صحيح. خبرنا عن تجربتك كفنان، كيف طلعت مسيرة، يمكن نجاحك بدأت طبعا السفر، قلت انه زرت 42 دولة بالعالم. صحيح. شو اللي ميزك، عشو اشتغلت حتى اجتهدت ووصلت لهون؟ يعني هاي التجربة يمكن يستفيد منها كثير من الشباب اذا كان فيها اصرار، ارادة ومثابرة. هلا الامر صار مع الصدفة، يعني بدون سابق كمان الصدفة بتخدم يعني. صحيح. لا هي بتخدم، لكن انت بدك تخدميها كمان. يعني انا هاي الصدفة فرصة بدي اطورها واشتغل عليها. صدفة اجتني دعوة من المجمع الثقافي في ابو ظبي لاقامة معرض في ثمانينيات القرن الماضي، فرحت سويت معرض. يعني بركي الله وفقني، بعت وصار معي فلوس وكذا، وانبسطت وفرحت وادركت انه فني بيطعميني خبز جيد. فاشتغلت واجتهدت، والله كمان اكرمنا وبدات اعمل معرض، حتى اجتني دعوه ايضا من المركز العالمي للفن الاسيوي، للاسف مقره في امريكا، وكنت انا اول فنان عربي يستضاف في هذا المركز، باعتبار انه ما بيستضيفوا عرب، يعني معتبرين فنهم اقل مستوى. هلا هذا المركز هو الايجن وورلد سنتر، فتح لي افق صراحه عريض. اكتشفت ما بعد انه اي مركز في العالم بده فنان اسيوي او عربي بيرجع لهذا المركز، بيشوف مين استضاف وبيستضيفه، وهكذا توالت، يعني توالت المسائل. لكن ادركت انه لازم اجتهد، يعني ولازم اشتغل على تجربتي، لازم اتعب اكثر حتى اوصل، وتوصل لوحتي وبيعها بسعر كويس، والحمد لله رب العالمين وصلنا، يعني شكرا لله. نعم، اكيد للمسرح كمان ايضا له حضور بعالمك ما شاء الله استاذ سهيل. خلينا شوي نتطرق لموهبه المسرح. المسرح، انا اشتغلت مسرح في سبعينيات القرن الماضي، اشتغلت مع الاستاذ يوسف حنا، نعم، رحمه الله، وبعدين اشتغلت مع الاستاذ زيناتي قدسيه، وبعدين اشتغلت مع المخرج جواد الاسدي. المسرح يعني كان هي البذره الاولى للوعي، يعني البذرة الأولى اللي قدمت لي وعي. كنت لسه هيك صغير وطالع للحياة، وكان لازم أتلمس بعضا من مفاصل الحياة. هلأ المسرح هيك حسيته لعبة مسلية، وفيني بعدين بين فيها مشهور وبالحارة أنه أنا بشتغل مسرح. يمكن الفضول هو اللي أخذني لهذا الجانب، لكن اشتغلت فيما بعد مسرح جيدا، وتجربة المسرح بتمنى أكرر وعيدها، أرجو ذلك يعني. نعم، خلينا كمان لك أنا نسمع شيء من كتاباتك الشعرية. يعني مثل ما قالت ليا ما شاء الله متعدد الموهبة، هي نظرات حتى تقدر كمان تقري لنا.
شكرا. يمكن في قصيدة عن الوطن. في قصيدة اسمها وطني. يعني مو معقول تكون ضيفنا وما نسمع شيء من شعرك. لا أنا حاضر طبعا، بس أنا لست شاعر أرجوكم يعني. أنا يعني نسمع شيء من كلماتك الجميلة. طيب. منيح. حنقول هي قصيدة طلعت عن وطني. هلا بقول يا وطني أيقونة المعنى، حزنك شاهق كالبدء ودمك عنب مضاء، وعمرك المطرب الآن ريش للنشيد وطائر فضي في عتم الضجيج، وشوارعك التي ترملنا بعدها تبحث فينا لأننا آنية البيت، ولأن ضمير اليوم أصبحنا يا وطني بهاء داشرا في الفراغ السعيد، ونسرق من دمنا مناديل للمساء لنلملم رصيفنا المقصب قرب قاسيون. أعطنا هجاء أخضر لنرفع نخب من غابوا، أعطنا شجرك لنصافح المطر الجريء ونرفع طن قامتنا، يا وطني مزدحما بك أنا وجهات المغنى، لكن نشيدي مريض. هلا القصيدة طويلة، هذا مقطع منها. يسلم تمك، مقطع جميل وكلمات جميلة جدا. شكرا لطفك. خلينا نحكي عن مشاريعك بالخارج، وهل بتفكر انك تعمل مشروع يمكن فعلا تأهيلي او تدريبي لبعض الشباب الموهوبين بالفن او الرسم تحتضنهم؟ هلا انا صاحب جاليري، صاحب صالة في دبي. نعم. اوكي. انا بتمنى اني اقدم شيء هون، يعني اي حدا بيعرض لي انا مستعد، يعني ورغم انه الوقت صعب بالنسبه لي، لكن لما طرح لي مشروع الملتقى سعدت من القلب. ما بعرف اذا في جهه عندها رغبه نساوي اي وركشوب، انا مستعد تماما. هون انا كنت بدي اسالك، في شيء ورشات عمل او وركشوب بخص الشباب السوري اللي حابب يتعلم يمكن، او اللي حابب يدخل بمجال الفن او يستفيد من تجربه حضرتك؟ انا بكون سعيد من دون شك، وانا حاضر وبدون اي مقابل. ما في اي شيء يلوح في الافق بهذا الاتجاه، لكن انا ساقول شيء رح نقوله الان، هو اول مره عم نشتغل على ملتقى دولي عالمي ضخم جدا. حلو. نرجو يعني ملتقى دولي، يعني حيجي حوالي يمكن 100 فنان من انحاء العالم. حلو. نرجو ان يتيسر الامر لنشتهي، لانه هذا البلد بيستاهل انه يحتضن هذا القدر من الفنانين حتى يجوا يشوفوا ببساطه شديده كم هذا الشعب لطيف، كم هذا الوطن حنون وآسر ايضا. اكيد. طيب خلينا نحكي لك عن كيف عم تشوف الفنان السوري اليوم، اكيد عندك اطلاع على بعض المعارض المهمه اللي عم تصير. نعم. دار الاسد ايضا عم تعرض كثير لفنانين سوريين موهوبين، حتى اكاديميين سوريه كثير ايضا. اكيد. فكيف عم تشوف الفنان السوري؟ هل هو فعلا عنده هي الموهبه اللي بتاهله انه يمثل بلده عالميا؟ هل هناك نقاط معينه بتحب تقله لاي فنان سوري؟ هلا انا فيني اقول التالي، انا يعني هذا الكلام تعلمته برا، الان الفن السوري ما يعني الفنان ما عاد شخصي، يعني صار في شيء اسمه صناعه فنان. صناعة يعني يمكن فنان. اللوحه بتيجي بالمرتبه الثالثه والرابعه للاسف المرير، لكن هي حقيقه صارت، يعني بمعنى يشتغل الفنان على صناعته كفنان. اللوحه جميله، ولكن ادائك حضورك، يعني انا بحب الفنان يكون انيق ولطيف وشكله حلو ومثقف، يعرف يحكي عن لوحه، يعني ما يقول انا وقعت اللوحه وانتهى الموضوع، هذا امر لا يجوز. الان برا ما في هذا الكلام. الامر الاخر، صار في تيم او ستاف، يعني الفنان لحاله، وهون طبعا هذا امر صعب جدا، لذلك من هذه الزاويه يمكن بعذر للفنان السوري، يعني انه هو فردي وبده يناضل ويكافح حتى يعلن حضوره أو يتواجد كفنان هو ولوحته. الأمر الآخر، لم يعد هناك اقتناء، وهذا أمر صعب شوي. الآن بهذا الملتقى أيضا، يعني كمان هذا مهم ننوه عليه، إنه هي دعوة لكل فنان أو فنانة عنده رغبة أن يتواجد خلال أيام الملتقى وأن يرسم، سنقدم له الأدوات والألوان وكل شيء مجانا، واللوحة اللي بيرسمها ياخذها ويستفيد. نعم. من تجارب الفنانين الموجودين، لأنه معنا 30 اسم من الأسماء المهمة جدا
يعني وبس كمان يعني بسعدني انه ضيف الشرف معنا الفنان الكبير سعد يقن الصديق الجميل ويعني طبعا صعب ذكر الاسماء كاملا يعني انما في تجارب مهمه بعتقد يستفاد منها يعني. نعم استاذ سهيل خلينا كمان اذا فينا نقول شيء من الشعر يعني نحن حابين وجودك معنا اليوم. طيب اوكي فينا نقول بس انا ما بعرف يمكن بتجربتك المهمه قديش مهم كمان انه يعني كثير من الاشخاص يتعلموا انه يكون فنان شامل وكامل يمكن بجميع المناحي وما يكون في شيء واقف بطريق اي حدا. يعني انا بتمنى هو اللي بتمنى لكل فنان يحاول يعني الفن شوف كثير من تجارب الانسانيه في الابداع مثلا في كاتب رسم في موسيقي قدم عمل نحت في عازف ناي يمكن بيشتغل سينما في يعني الابداع بصير هذا الكلام خلينا نشوف شيء نقوله قصيده جديده طبعا غير اللي قلنا لكن حنقول عن حنقول مثلا شيء له علاقه بالغزل مثلا يعني يلا خلينا نسمع فليكن يعني طيب كويس مهم يعني نغير الجو قليلا لا صعب نطلع طيب بهذا الوقت لبين ما نطلعها خذ راحتك طلعها خلينا هيك نحكي قديش يمكن كمان الكتابة إلى طقوس وإلى حالات خاصة لحتى يمكن تبدع بالكلمة مثل أي لوحة عم تنرسم يعني مزاجية الكاتب أو مزاجية الرسام له مزاجية شوي خاصة صحيح. أنت شو بتفضل أي يعني شو هي الظروف يلي بتخليك تبدع إن كان مثلا طبيعة أو أوكي الحقيقة بصدق شديد أنا إنسان وفنان غير متطلب رغم أني مدلل يعني حلو يعني مدلل حالي بطريقتي الخاصة الآن ما كتير بحب هاي يعني ما اعرف ايش انه ما في اكتب غير تحت الشجره وما في فنجان قهوه لا ايه لازم فنجان قهوه لازم فنجان قهوه واللي بيتابعني على الفيسبوك بيعرف انه انا بيجوا لعندي العصافير في المقهى تبعي يوميا وبطعميهم الكيك وبروحوا عصافير ما بعرفهم يعني اوكي حلو. هذا جزء من طقسي اليومي لازم صباحا اخذ الكافيه بالكافيه تبعي بعدين اروح على المرسمي ابدا الشغل ما عندي يعني انتظر حتى المود يركب للاخير وما اعرف اوكي لما نفوت بالعمل خلاص بتوحد معه وبتجرد عن العالم الخارجي انتهى الموضوع يعني ما وبشتغل بحرفا وبحرفية لأنه بالأخير الفنان مهني صادق يعني البعض يعترض على هذا الكلمة بيقول لك ما هو مهني لا هو مهني من دون أدنى شك أنت هذه مهنتك إذا بدنا نشتغل ونرسم حتى نضل متواجدين ونقدم أعمال ونبيع أعمال ونعلن حضورنا ولا لا بهذا المعنى بشوف أنا بعيد كثير عن هذا القدر من المزاجية أثناء أدائي على العمل الفني نعم خلينا نحكي انه يمكن باخر لقائنا كيف بتم يمكن اي فنان يسوق لحاله كيف بيندفع اذا في معرض هون يقدم هون يشارك ما يمكن هي حاله الركود يلي بعيشها الفنان انه انا ولوحاتي وخلص منفصل عن العالم هذا امر مهم حاله التسويق كثير مهم هذا امر مهم وانا الان راح اقوله على الهواء في لما دعيت بعضا من الفنانين للملتقى انه يحضروا فسمعتناها الى سمعي انه بعض الفنانين ما بيشاركوا لانه في اسماء اقل خبره او اقل تجربه وهذه كارثه وطامه كبرى ساقول شيء بسيط في ملتقى عالمي في كولورادو في امريكا دعيت عليه كان موجود اهم نحات امريكا في القرن العشرين يلي كل وسائل الاعلام كان ما عنده شغل غير ملاحقته نحن اشتركنا ونحن عم نشتغل دار علينا واحد واحد بالحرف قال كم أنا سعيد وشرف لي أنكم موجودين معي أنا تخيلي هون للأسف في مكان ما في مطرح ما ضبابي أنا ما فيني أفهمه طيب أنت حتى تكون فنان للنهاية صدرك يجب أن يكون رحب للنهاية ومحب للنهاية لا يعيبني أن أعرض وأن أشتغل مع أي تجربة صغيرة أم كبيرة مهما اختلفت المستويات الأهم أن أعلن أنا حضوري وعلى الأقل أيضا هدول التجارب الشابة اللي دعيناهم يعني اللي بعضهم تجربته خفيفة لابد طبعا يعني بيستفيدوا من هذه التجربة جيدا
نعم. أكيد مع هالكلمات اللي وجهتها هي بتختصر الملتقى اللي حيصير باللاذقية المحبة والسلام أو السلام والمحبة. شكرا كثير لوجودك الفنان التشكيلي العالمي سهيل بدور. شكرا. وشكرا على كل المعنويات اللي أعطيتها للشباب، وإن شاء الله هيك فعلا النجاح هذا اللي مشيته فعلا يمشوا فيه كثير من الشباب الأكاديميين والموهوبين. شكرا لكم. السلام لوطني والمحبة لكم جميعا. انبسطنا بهالصباح الجميل، ميرسي كثير لك ورمضان كريم. شكرا لوجودك.